مع كل موسم رمضاني تقفز أسعار السلع الاستهلاكية جشعا واستغلالا دون مراعاة لأوضاع مدينة جل سكانها من النازحين، غير أنه في هذا العام أعلن عن تدشين الخيمة الرمضانية التي تنظمها المؤسسة الاقتصادية بالتنسيق مع مكتب التجارة، في خطوة تقول السلطات إنها جاءت بهدف التخفيف من معاناة ومتاعب المواطنين. انطباعات متفاوتة للناس التي زارت المعرض واقتربت من سلعه ومنتجاته وأسعاره، فصنف أبدوا ارتياحهم من فكرة إقامة المعرض الذي يضم المواد الغذائية الأساسية والأدوات المنزلية واحتياجات ومتطلبات شهر رمضان المبارك، معتبرين أن هذا التوجه من شأنه أن يخلق توازناً في السوق ويمنع احتكار التجار للمواد الاستهلاكية. تعتبر هذه الخيمة قاصمة للظهر للتجار اللي هم الجشعين، خاصة اللي هم خارج المدينة. وجدنا فارق في السعر، الدقيق وجدته هنا ب 18,000 وخارج تحصله 22 21. هناك تخفيضات في الأسعار، وهذه تعتبر خطوة جبارة ولفتة كريمة لمعاناة النازحين ومعاناة المواطنين، وهناك فوارق أسعار كثيرة جدا، فهناك تنافس فيما بين التجار وبين المؤسسات التي حضرت في هذا المعرض، وهناك إقبال كبير للمواطنين وفوارق سعر في بعض المؤسسات. بدورهم يؤكد مواطنين آخرين إن أسعار المعرض لا تفرق كثيراً، وأن الانخفاض لم يكن كلياً في أسعار المواد الأساسية كما أعلن، مشيرين إلى أن بعض أسعار المواد والسلع متقاربة إلى حد كبير في المحال والأسواق التجارية. المعرض الطيب إلا الأسعار فيه يعني تمام، البعض يعني مثل الدقيق وغيره في تخفيض، أما في بعض المواد لا زالت هي فيعني نرجو إعادة النظر في بعض المنتجات الذي في هذا المعرض أنه يتم تخفيضها، لأنه متساوية هي والمعارض خارج المحلات التجارية. معرض رمضاني حكومي أول للسلع والمواد الاستهلاكية يفترض أن يكون حاضراً في كل المواسم وأن يلمس ويجد أثره المستهلك وقعاً لا شعاراً وإعلاناً وترويجاً.